السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأطباء والطبيبات، أنا الدكتور محمد الأبشيتي وجاي لك من المستقبل علشان أنصحك كده شوية حاجات، وأنصحك وأقول لك الواقع اللي أنت هتشوفه بعد كده هيبقى عامل إزاي. طيب، أنا طبيب بشري، خلصت الكلية بتاعتي وخدت نيابة في الجامعة وقدمت استقالتي. والوضع في الواقع غير اللي انت رسمه في خيالك خالص عن البرستيج والحياة، وان انت هتبقى دكتور بعد كده ويتعمل لك مليون حساب. طيب، خلينا نتكلم عملي بقى. لو انت كنت في اول 3 سنين في كلية الطب، فانت قدامك فرصة ان انت ترجع عن هذا الجحيم اللي انت هترمي نفسك فيه. لو انت خلاص عديت اول 3 سنين في كلية الطب، فخلينا نقول احنا هنكمل المشوار وناخد الحاجة الحلوة اللي فيه، يعني ايا كان. واكيد ربنا، لو انت كملت في الموضوع ده ربنا حطك لسبب ما. انا نفسي لغاية دلوقتي معرفش ايه السبب ده، بس ان شاء الله نكتشفه يعني. طيب، خلينا نقول لو انت كنت قبل 3 سنين او قبل سنتين، يعني انت في سنة اولى او في سنة تانية، وانت سيادتك مش لاقي نفسك في الكلية، سيادتك في مش حاسس ان انت لايق على الكلية او الكلية لايقة عليك، يعني مش عارف. خلينا نقول لو رجع بيا الزمن تاني، انا بتكلم عن نفسي، لو رجع بيا الزمن تاني انا كنت دخلت كلية اسنان او كلية صيدلة. وخلينا نقول المميزات بتاعت الموضوع ده من الاخر، وانا بتكلم من ارض الواقع، مش بقول كلام كده ايه في الهجايس يعني. طيب، خلينا نقول رقم 1، أول حاجة عدد سنين الدراسة. عدد سنين الدراسة بتاعت كلية صيدلة أو كلية أسنان هي بالتأكيد أقل من كلية طب بشري. حلو خالص. طيب، رقم 2، الدراسة نفسها أو اللعبكة بتاعت الدراسة. بص، كل الكليات على رأسي من فوق، سواء كان أسنان سواء كان صيدلة، ولكن أنا بتكلم على الاسترس وطول السنة يعني السنة الطويلة اللي هي 14 شهر و12 شهر و12 كتاب بطنة و20 كتاب جراحة والحاجات المجحلشة اللي احنا ذاكرناها دي، كان ده مش موجود في الكليات التانية. وحتى لو هيبقى موجود بيبقى بكميات قليلة، والامتحانات بتاعتهم مش زي الامتحانات بتاعتنا خالص. في ستريس، اي كلية فيها ستريس، اي مذاكرة رخمة على القلب وبتبقى تقيلة وبتاع، بس اهي بتعدي بالزق والموضوع بيعدي وخلاص. تمام. طيب، يبقى انا مش عايز اتكلم ايه، انا مش بعمل مقارنه ما بين كليات ولا اكتر، انا بتكلم على طالب طب وبقارنك بالحاجات التانية، اختيارات التانية يعني. يبقى رقم 1، سنين الدراسة اقل، دي حاجة كويسة جدا، وده طبعا هيفرق مع الرجالة، لان سيادتك انت ليك جيش يعني، خلي بالك موضوع الجيش ده هيفرق معاك كمان. طيب، رقم 2، انت خلصت الكلية بتاعتك. طب التقدير ليه يعني، ليه علاقة بالموضوع؟ لو انت مثلا من الاوائل الدفعة فانت بتاخد نيابة الجامعة، بيبقى ليك وضع تاني وقصة تانية خالص. لكن مالكش نيابة الجامعة، الموضوع بتبقى انت موجود بره بقى، وبتبدأ ان انت تلطش والدنيا تلطش فيك وهكذا. لكن الكليات التانية مفيش الكلام ده، انت طالع بعد، انا بس هتكلم على اسنان، انت طالع من كلية اسنان انت مؤهل لسوق العمل، ان انت تشتغل وتفتح عيادة وتشق طريقك وتبدأ ان انت تجني الثمار اللي انت عملته في ال5 سنين او في ال6 سنين يعني. تمام. طيب، انا بتاع اسنان وبتاع طب بشري. بتاع اسنان ليه تكليف، وبعد ما بيخلص بيتعين في وزارة الصحة وبيروح يتعين في مستشفى او في وحدة صحية. في حاجة حسيتك انت مش عارفها يعني، النبطشية والسهر يعني، ساتك مفيش نبطشيات ومفيش سهر على اطباء الاسنان، ودي حاجة كويسة جدا على فكرة يعني. طيب، بتاع طب طبعا مهري نبطشيات وسهر ومهري تشطيبات وهكذا. طيب، بالنسبة للمرتب ده بياخد زي ده، فدي حاجة كويسة برضو. بتاع أسنان في منه كتير. يعني إيه في منه كتير؟ يعني ستك لما تيجي تشوف أطباء الأسنان اللي موجودين في الوحدة ممكن تلاقي 5 6 7، لكن بتاع بشري إحنا طبعا عندنا عجز في الأطباء البشريين، مش عشان حاجة، لأن بتاع أسنان هو تخصصه أسنان مش أكتر يعني، لكن بتاع بشري في تخصصات كتيرة في الأطباء بتتوزع على التخصصات دي، فيبقى العدد بيبقى قليل يعني. تمام. طيب، خلينا نقول خلينا نتكلم خلاص عن نقطة المرتب، قلناها مفيش مشاكل. بعد كده البرستيج الاجتماعي. يا جماعة، البرستيج ده بيتقال دكتور وده بيتقال دكتور، الموضوع منتهي. يبقى النقطة النفسية اللي بتبقى عند الناس، لا ده أنا عايز أبقى دكتور والناس تقول لي، وده أنا عايز أرضي أهلي وأهلي نفسهم يشوفوني دكتور ومش عارف إيه والكلام ده كله، الاجتماعيات دي كلها، ده بيتقال دكتور، ده بيتقال دكتور، ده بيشيل بالطو وده بيشيل بالطو، خلاص الموضوع منتهي يعني. طيب، موضوع العيادة، دكتور الأسنان بعد ما بيخلص هو الشهادة بتاعته، هو مؤهل إن هو يفتح عيادة ويشتغل، مش مطالب إن هو
يحضر زمالة او يحضر تخصص او يعمل ماجستير زي بتاع طب. يبقى بتاع طب ده انت بتخلص، انت بتبقى ممارس عام. ممارس عام عندنا في البلد هنا انت مالكش اي قيمة اصلا يعني، ومحدش هيعترف بيك. مين المريض اللي هيروح يكشف عند ممارس عام ويسيب الدكاترة الاخصائيين واللي عاملين دكتوراه في التخصص ده؟ خلينا نتكلم بمنطقية، يبقى انت مش هتعرف تشتغل بشهادة البكالوريوس اللي انت بتاخدها، اللي انت تصنيفك وسط الدكاترة انت ممارس عام، يبقى انت مش هتعرف تشتغل بيها. يبقى انت محتاج تعمل ماجستير وتحضر او تعمل زمالة عشان تاخد لقب اخصائي في التخصص الفلاني، فتبدا انت تفتح عياده وتبدا ان انت تشتغل وهكذا. طيب، هل انا ينفع ان انا اشتغل بممارس عام؟ اه، ممكن تشتغل بممارس عام، ولكن زي ما قلت لك خلينا واقعيين. الناس مش هتسلم نفسها لطبيب لسه متخرج كل خبرته في الدنيا ان هو اتدرب شويه في الامتياز او سنه الامتياز بتاعته في المستشفيات بتاعه الجامعه والموضوع انتهى على كده. طيب، بالنسبه للستريس يا اخوان، طيب الطب من اول ما بتخش لغايه لما بتخلص وفي الممارسه بتاعته كله ستريس. يعني لو انت من الناس الاصحاب البال الرايق اللي هو بتوع القهوه وكوبايه الشاي وان انت تمسك كتاب وتقعد تقراه على البحر كده وبتاع، الطب ده لا يناسبك خالص يعني، تمام؟ لان الطب كله ستريس، وفعلا بيجي على نفسيتك يعني، وبيدخل في نوبات اكتئاب فظيعه. وفي ناس زمايلنا كتير الصراحه انا اعرفهم يعني ايام الامتحانات كانوا بيروحوا لدكاتره نفسيين وكانوا بياخدوا ادويه مضاده للاكتئاب. يعني الموضوع فعلا مش زي ما انت متخيل يعني، فلا ده في ستريس، والستريس ده قوي جدا ولازم انت تتغلب علشان تعرف تكمل حياتك في كلية الطب يعني. طيب، النقطة برضو من النقاط المهمة قوي صراحة موضوع الجيش. يعني انت الكلية بتاعتك 7 سنين يعني، ولو نصيبك بقى ان انت ليك جيش، والجيش ده انت دخلت فيه ضابط يعني، فيه 3 سنين يعني، انت بتتكلم في 10 سنين. 10 سنين انت ما بتعملش اي حاجه في حياتك غير ان انت بس بتخلص اولويات. يعني انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انت تطلع بقى بعد الجيش بعد 3 سنين تقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم نبدا حياتنا، اللي هو انت خلاص عديت 30 سنه. فازاي يعني؟ خلينا واقعيين يا اخوانا يعني. الناس بتبتدي الحياه العمليه بتاعتها عندها 23 سنه وعنده 24 سنه، وبيبداوا ان هم يتجوزوا 27 سنه و28 سنه. فلا يعني خلينا واقعيين، احنا مش هندفن نفسنا بالحياة علشان خاطر ان انا دخلت كلية الطب يعني. فكاختيار اللي يختار طب، انا محدش قال لي الكلام ده، انا اكتشفت الكلام ده بعد ما خلصت الكلية يعني. فخلينا نقول لا يعني، نتريث شوية في اختيارنا. حتى لو انا دخلت الكلية وحولت الكلية تاني، انا شايف ده اختيار كويس جدا لو انت فعلا حاسس ان الطب مش لايق عليك، دي حاجة كويسة. يعني حاجتين كويسين الصراحه يعني، انت عندك كليه اسنان وكليه صيدله من الحاجات اللي كويسه جدا، تمام. طيب، خلينا نقول انا هكمل في طب، يعني انا واخد طب عن اقتناع وانا عايز ابقى طبيب بشري وعالج الناس وابقى مجدي يعقوب في نفسي وبتاع ومش عارف ايه، وابقى بعالج المرضى وابقى ملاك الرحمن وحاجات كده بقى، ملاك الرحمه ومش عارف ايه. خلينا نقول، طيب خلينا يعني اقلب بس الورقه كده ونشوف، انت لو هتكمل في طب، انت دلوقتي طالب طب وهتكمل فيه. طيب، ما دام انت حكمت على نفسك الحكم ده، يبقى انت قدامك 4 حاجات، تمام. انا هتكلم الاول على الرجاله وبعد كده هتكلم شويه على البنات يعني. بص، انت لو راجل يعني انت طالب طب ميل، تمام، حاجتين حلوين خالص ليك الصراحه يعني. يا اما تعمل كارير شيفت بعد ما تخلص كليه الطب، يبقى انت اسمك خدت الشهاده والناس بقت تقول لك يا دكتور، وانا من الناس اللي مقتنع بده جدا، تمام. او رقم 2 ان انت تقدم على اكاديميه 6 شهور وتبقى طبيب ظابط، يبقى انت كنسلت نفسك من العك بتاع الصحه ده خالص، او بتاع الجامعه او اي حاجه. خلاص انت سلمت نفسك للجيش وبقيت شغال في الجيش، ودي حاجه كويسه جدا. طبيب دكتور، هتشتغل في مستشفيات عسكريه، اماكن نظيفه هتتعلم فيها، خلاص انت بقيت طبيب ظابط 100 100، مفيش اي مشاكل خالص، وتبدا ان انت تترقى مع الوقت، وخلاص انت عرفت سكتك وطريقك والموضوع انتهى على كده. وانا طبعا انا مع الاختيار ده لو الناس بتحب الحياه العسكريه او بتحب الميري بمعنى صح. لكن في ناس يقول لك لا يا عم، انا ما بحبش حياه الجيش وما بحبش الالتزام وعايز ابقى بدماغي وبتاع مش عارف ايه، يبقى انت عندك حاجه اسمها الكارير شيفت بعد ما تخلص الكليه بتاعتك. يعني والله بقى انت شايف نفسك ان انت فنان بتعرف ترسم، افتح لك محل بتاع لوح. والله انا شايف ان انت مصور، اشتغل فوتوغرافر. والله مش عارف، عندك افتح لك كافيه، افتح لك قهوه اقعد عليها، ايا كان يعني، تمام. فانت لا، ممكن تشترك توك توك تشتغل عليه، ما عنديش اي مشاكل في الحاجات ديت خالص. الفكره ان انت
هتشوف برضو حاجة جنب الطب تشغلها او ان انت تعملها، وما تبقاش حاطط ان الكلية بتاعتنا دي هي اللي هتجيب لك الفلوس. هي كليتنا بتجيب فلوس بس على المدى البعيد الصراحة. يعني خلينا نقيم مثلا عندك 40 سنة، 40 سنة ده يبقى انت عملت ماجستير وعملت دكتوراه والدنيا تمام معاك وكله تمام. تبدأ بقى تفتح حياتك وبقيت مشهور ودكتور كبير ومعاك خبرة وبتشتغل وبتعمل عملية ب 30,000 و 25,000 وتعمل لك عملية في الأسبوع، الدنيا تمام معاك يعني. طب بس أنت عندك 40 سنة وعندك 45 سنة يعني، ففين فين المتعة في كده يعني؟ طيب يبقى شبابك راح في العلم وإن أنت بتتعلم يعني. طيب يبقى لا، انا همشي في الكليه بتاعتي تمام كويس جدا، ولو انا عندي خبره في اي مجال، برمجيات، اي حاجه يعني، اي حاجه انت بتحبها وشايف ان انت ممكن تشتغل فيها وانها تجيب لك ربح كويس، حاول ان انت تشتغل فيه جنب الكليه بحيث ده ما يعطلش ده ولا ده يجي على ده تمام. يبقى الكارير شيفت دي حاجه تحطها اوبشن عندك، ان انت ربنا ما كتبش عليك انت ما دام دخلت كليه الطب يبقى انت لازم تشتغل دكتور يعني، لا ده في ناس سابت الطب ونجحت في حاجات تانية كتير جدا يعني. طيب خلينا نتكلم على يبقى انا كده بتكلم لو كنت ميل يعني. طيب خلينا نتكلم شويه على البنات يعني. البنات طبعا فرص السفر بتاعتها بره مصر بتبقى قليله، او مش قصه قليله يعني، ما فيش بنت انها تخلص كليه وهتسافر بره مصر تشتغل بالطب يعني. هي غالبا بيتجوزوا بعد الكليه وبتقعد وبتمارس الطب في حدود الايه النطاق الضيق اللي حواليها. طيب خلينا نقول ايه اللي هيحصل. طيب يبقى البنات مطلوب منها انها تذاكر كويس جدا طول ما هي في الكليه. ليه بقى يا ستك؟ لان انت لما هتجيبي مجموع عالي هتبقي انت مرتبه على الكليه، فتبقي انت بتحصني وبتحمي نفسك ان انت تاخدي نيابه في الجامعه. يبقى انا هذاكر كويس عشان الحق نيابه. النيابه ده اللي هو باخد تخصص او باخد وظيفه جوه الجامعه تمام. يبقى انا هبقى مثلا مدرس مساعد، وبعد كده اترقى ابقى مدرس، وبعد كده استاذ مساعد، وبعد كده ابقى استاذ وهكذا. يبقى انا هاخد السلك الدبلوماسي بتاع الجامعه ده بحيث ان انا اريح نفسي، خلاص انا عارفه شغلتي، هاخد تخصص اكاديمي يعني. بلاش بقى يا جماعه وخلنا ايه البنات اللي هم عندهم سيلف اندبندنت وومن وبتاع ومش عارف ايه والحاجات اللي احنا بنشوفها دي، ويقول لك انا هاخد تخصص عظم وهثبت نفسي في تخصص العظم وبتاع، مش مفيش الكلام ده يعني. خلينا واقعيين، انت ليك البيت بتاعك تمام، وهتمارس الطب جنب البيت بتاعك. فانا هاخد تخصص بحيث امارس طب، عشان ما تبقاش دراستي بعد ال7 سنين دي جت على الفاضي، يبقى انا همارس طب برضو، وفي نفس الوقت انا ليا بيتي برضو، بيتي ده يعني ليه حق عليا، ما يبقاش الاتنين جايين على بعض تمام. طيب يبقى انا هاخد حاجه رايقه من الاخر يعني. ايه الحاجه الرايقه؟ هاخد اكاديمي. انا مش ضد الاكاديمي خالص. يبقى انت عندك الاناتومي، عندك الهيستولوجي، عندك فيسيولوجي، عندك البارا، اي تخصص اكاديمي في الكليه. يبقى انا بحترم نفسي، انا نازله رايحه الكليه هدي محاضره، هدي سيكشن، هشرح لطلب الطب ناس محترمين، مفيش اي مشاكل، مش هتهان في مكان، مفيش عيان هيعلي صوته عليا هيضربني هيعملني، مفيش الكلام ده خالص. يبقى انا كده بحترم نفسي الصراحه. طيب طب لا، انا عايز امارس طب، انا واحده شاطره وعايز امارس الطب وانا حابه ان انا اعالج الناس وهكذا. يبقى برضو ما اخدش تخصص اتهان فيه، لان احنا في المجتمع دلوقتي لا، ده المجتمع بتاعنا زباله خالص يعني، ومفيش اخلاقيات ومفيش حد بيحترم حد ولا اي حاجه. وانت هتتزرع وسط المجتمع ده وهتتعامل مع اقل فئه في المجتمع ومع اعلى فئه في المجتمع، فانت لازم تحصن نفسك. اللي هو ايه؟ لا انا ما اخدش مثلا جراح يعني، انا مثلا لا، انا هاخد جراحه، يبقى انا ممكن شويه ناس صيع، ناس بيتخانقوا مع بعض بسنج ومطاوي، وانا الدكتوره الجراحه اللي موجوده. انا ما عنديش، انا مش ضد المراه في اي حاجه لا، بس انت هتحط نفسك او هتحط نفسك في الموقف او هتتعاملي مع اشكال انت في غنى عنها خالص يعني تمام. طيب يبقى انا ممكن اخد تخصص كويس خالص. التخصص ده ممكن مثلا حاجه زي طب اسره، حاجه زي كلينيكال باثولوجي، هاخد مثلا تخصص زي الباراسايتولوجي، ممكن افتح معمل بيه اشتغل بيه بعد ما اخلص الكليه، افتح معمل تحاليل وتبقى حاجه كويسه جدا. ممكن اخد تخصص اطفال، حاجه كويسه جدا برضو. ممكن اخد تخصص نساء، كويس برضو، بس هو تقيل كمذاكره وكممارسه في الاول، لكن بعد كده الدنيا بتبقى كويسه. تخصص نساء حاجه محترمه جدا. اخد تخصص رمض، ما عنديش مشاكل. تخصص انف واذن، في تخصصات حلوه وللفيميلز وشغاله، ما عنديش اي مشاكل فيه. لكن بقى ما احطش نفسي في مكان بقى يعني جراحه عامه وقرف ودم وقياطه وناس صيع، ادخل نفسي في مثلا
في عظام وجراحة عظام وكسور وحوادث وبتاع، والناس بتبقى جاية عايزة تتخانق مع أي حد. لا أنا بشياكة، لا أنا أطلع نفسي من المواضيع ديت خالص، ويبقى برضو اسم دكتورة وليا عيادتي وليا البرستيج بتاعي، فأنا أرحم نفسي بحيث إن أنا آخد تخصص مفهوش الاسترس أو الضغط النفسي بتاع التخصصات التقيلة التانية. خلاص طيب، ده كده بالنسبة للبنات. وفي نفس الوقت لو أنت كنت ميل هتكمل جوه مصر، برضو الدنيا ديت يعني المذاكرة، لو انت هتكمل جوه مصر الحاجة الوحيدة اللي هتشفع لك هي المذاكرة، وان انت تجيب مجموع بحيث ان انت تنقى بنفسك عن القرف اللي بره ده. طيب لو انت لا لو انت بقى دماغك بقى ايه، دي الدماغ اللي بتعجبني الصراحة بقى، اللي هو ايه يعني، لا وهو واحد بقى ايه شايف بقى ان هو ملوش اكل يعيش في البلد هنا خالص، فهو بيفكر ان هو يمارس طب بس بره مصر، هو ده الصح اصلا يعني، خلينا واقعيين. يبقى انا بره مصر هعمل ايه؟ طب يبقى انا قدامي حاجه من الاتنين، اللي هيحدد الموضوع ده الفلوس او الحاله الماديه اللي انت موجود فيها. والله لو اهلك ناس مرتاحين وهم عندهم استعداد ان هم يصرفوا عليك وان هم يطلعوك بره تمارس طب وتذاكر طب وتاخد شهادات من بره، انا ما عنديش اي مشاكل خالص. حاول من اول ما تخش الكليه هتذاكر لغه، يا تذاكر الماني مثلا او تاخد انجليزي بس تبقى متمكن منه، مش الانجليزي بتاعنا ده اللي احنا متعلمينه، لا هيبقى معايا لغه انجليزي او الماني. ساعتك هتتعلم بعد كده يبقى لازم في لغه معاك، ممكن تذاكر معادله امريكيه او ممكن تذاكر البلاب لو انت هتروح بريطانيا، او هتقدم بعد كده على المانيا بعد ما تخلص الكليه تروح تاخد الامتياز بتاعك مثلا، او تقدم في ألمانيا بيبقوا طالبين طبيب مقيم أو نواب بيشتغلوا في المستشفيات بتاعتهم، ومن هنا خلاص أنت يعني خلاص بعدت بنفسك عن العك اللي هنا، وهتتعامل في بيئة راقية جدا وعالم آخر، عالم موازي فعلا. أنت لو رحته مستحيل مستحيل إن أنت ترجع مرة تانية وتمارس طب عندنا هنا في مصر. تمام طيب، يبقى لا ودي الدماغ اللي أنا بحبها، اللي انت ايه، لا انا هسافر بره مصر. خلينا واقعيين شويه يعني، الموضوع ده للميلز اكتر مش للفيميلز يعني. يبقى ده لو انا كان معايا فلوس، انا هذاكر لغه وهحضر اي حاجه بلاب ازمل اي حاجه معادله امريكيه، وهطلع بره مصر او اذاكر الماني واطلع بره مصر وخلاص، وهي تبقى دي العيشه بتاعتي، واتعلم هناك تخصص محترم وهتعامل مع ناس محترمه، وانت هتحس بادميتك لاول مره في حياتك، ودي حاجه بفلوس على فكره يعني. طيب لا رقم الحاجه التانيه، لا والله انا الحاله الماديه بتاعتي مش كويس، الحاله الماديه بتاعتي على قد حالها زينا كلنا يعني، ما فيهاش احراج ولا فيها اي حاجه. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ لا يبقى انا سيادتك انا هخلص الكليه بتاعتي هنا، هسافر اي دوله خليجيه، هسافر السعوديه، هسافر قطر، هسافر كويت، بلاش قطر يعني خلاص مفيش مشاكل، هروح الامارات، اي دوله انا يعني اقول اي دوله عربيه، انت سيادتك هتطلع على ممارس عام، ودي مش عيب، اي وظيفه ممارس عام في اي مستشفى والله لو تطلع على ممرض انا ما عنديش مشاكل خالص يعني، هتطلع بره هتقعد لك سنه اتنين هناك، هتعمل لك يعني هتشتغل فيها تعمل نوعا ما دخل كويس احسن من هنا مليون مره. خلي بالك يعني حتى لو انت هتطلع على ممارس عام بره، سيادتك ده حاجه كويسه يعني، انت لو اشتغلت بره ممارس عام وفعلا فضلت على كده طول حياتك، دي حاجه كويسه جدا، هتبني مستقبلك وتبني نفسك وتعمل كل اللي نفسك فيه بممارس عام، فما بالك لو انت طلعت على اخصائي او حاجه اكبر من كده، وضع تاني خالص يعني. طيب خلينا نقول خلاص انا قفلت كده النقطه، لو انت كنت ايه هتطلع بره مصر، اللي بيحدد الموضوع بتاع بره مصر ده هو الحاله الماديه او الفلوس اللي معاك. تمام طيب، الطب مش عارف والله يعني الطب ده عايز مننا ايه، بس خلينا نقول عامل الناس بما يرضي الله، بلاش تيجي على الناس والقرف اللي انت بتشوفه تطلعه على الناس، بمعنى مفيش حد دلوقتي عنده ايمان غير الاطباء بس يعني الدكاترة بس عندهم ان احنا فعلا مظلومين في البلد دي. تمام، كل الناس متخيله فكره كده ان احنا شياطين وان احنا كلاب فلوس وان احنا بنشفط دم العيان وبنضحك عليهم وبنعمل لهم عمليات ملهاش لازمه وبنكتب لهم ادويه ملهاش لازمه وبنعمل ديل مع الصيادله ومش عارف ايه والصيدليه اللي تحت العياده بتاعتك انت بتاخد عليها نسبه وبتاع، هي الناس عندها الكونسبت ده ومش هتعرف تغيره والموضوع انت، والناس بقت اجريسيف قوي ضد الاطباء يعني، هو ما بقاش عنده حته الاحترام للطبيب اللي هو ايه، لا هو ممكن يمد ايده عليه ويضربه ويكسر له نظارته
خبطه ويعوره ويفتح عليه مطوة وسكينة ويعورك ويغزك ويديك بالشلوت كمان يعني، ويرفع عليك جزمته يعني. فانت معلش يعني، يعني معلش خلينا احنا احسن من الناس. واحنا الناس بتشمت فينا يعني، لما حد فينا بيموت الناس بتشمت فينا ويقول لك احسن يعني، فانت متخيل. فاحنا احنا بنعامل ربنا في الاول وفي الاخر، وربنا هو اللي هيبقى شاهد عليك. فالطب يا اخوانا يعني عايز بال طويل قوي، وعايز نفس طويل قوي 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 بجد، والله العظيم انا بكلمك بجد يعني. الطب عايز بال طويل ونفس طويل وتهدى خالص، ويعني هيغير شخصيتك يعني. فربنا يكون في عوننا جميعا. انا حبيت كده اتكلم معاكم شويه على موضوع الكليه ده، لان فعلا والله لغايه دلوقتي احنا كلنا متازمين بسبب الكليه بتاعتنا دي، وما كانش حد قايل لنا يعني، ما كانش في حد قايل لنا الكلام ده خالص. فانا حاولت كده ان انا اعمل لك او يعني نوعا ما كده اقول لك المستقبل بتاعك او الواقع اللي احنا عايشين فيه، عشان ما تبقاش انت واهم نفسك. وربنا معاكم واشوفكم على خير. ولو حد احتاج مني اي حاجه انا كده كده يعني انا معاكم دايما على الجروب وكده، ورقمي كده كده معاكم، مفيش اي مشاكل خالص. وبالتوفيق لكم يا اخوانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.